الحقيقة انه كمان عندي خبر على الشأن السياسي، بس مهم جدا على الصعيد السياسي بس في منتهى الأهمية، ان المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية صرح انه وفد مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك نجح بعد أيام قليلة من وقوع حادث الجمعة الماضي، يعني قبل الماضية طبعا بقى كده، اللي هو مسجد الروضة، نجح انه يستصدر قرار بتوافق الآراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حادث مسجد الروضة الإرهابي. الخبر ده أنا عندي مهم جدا الحقيقة. والسابق وهذا هذا النوع من القرارات يعني بتعتبر الأولى ربما في نوعها. وهو بيستعرض مشروع القرار أمام الجمعية العامة، السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك قال إنه القرار المصري بيؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة السلام وأهمية وقف والتصدي للهجمات الإرهابية الموجهة إلى دور العبادة والمنشآت الدينية والأماكن المقدسة. وطبعا بيدين الحادث الإرهابي اللي وقع ضد مصلين أبرياء بمسجد الروضة، وأصفر في النهاية على فكرة إحنا الحصيلة، لأنه في ناس ما تعرفش إنه حصيلة عدد الشهداء زاد بقى 310، يعني عدد رقم 305 كان في أذهاننا حتى أيام قليلة، إنما الرقم زاد الحقيقة وصل إلى 310 شهيد من ضمنهم 27 طفل. والحقيقة إنه السفير عمرو أبو العطا أوجه الشكر كمان إلى الدول التي أعربت عن تأييدها للقرار المصري، وأضاف إنه هذا القرار المصري هو رسالة قوية من المجتمع الدولي إلى الإرهاب باعتزامنا القضاء عليه وفشلوا في زعزعة ثقتنا وإصرارنا على المضي قدما في طريق التنمية والرخاء. جدير بالذكر إنه القرار المصري اللي تبنته 78 دولة هو الأول زي ما بقول لحضراتكم، الأول من نوعه للجمعية العامة. طيب إيه مدلول ده؟ يعني يفرق معانا في ايه لما يكون ده اول قرار الجمعيه العامه للامم المتحده تاخده بشان هذه الادانه؟ هذا الامر بيعطي رساله قويه جدا الى المجتمع الدولي بوقوفه بشكل قوي ومتحد خلف مصر ومع مصر في معركتها ضد الارهاب. والحقيقه انه بعثه مصر للامم المتحده مع البعثات المصريه بالدول المختلفه في الفترة الأخيرة قامت بجهود كبيرة الحقيقة، خصوصا طوال الأيام القليلة الماضية يعني بعد حادثة مسجد الروضة، عشان تحشد تأييد للقرار المصري. دي جهود يمكن احنا شفناها في النهاية وأسفرت عن اعتماد هذا القرار بالتوافق وبهذا العدد الكبير، هذا العدد الكبير المؤيد لهذا القرار 78 دولة. خلينا ناخد هاتفيا معالي السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير بيك وبالساده المشاهدين. صباح النور يا فندم. الحقيقه انه هذا القرار مع فكره انه هو الاول طبعا ربما من نوعه، ربما به رساله قويه من المجتمع الدولي للقضاء على الارهاب، ويعني النوايا الحقيقيه من المجتمع الدولي الان بالقضاء على الارهاب، لكنه كمان في منتهى الاهميه. وفكره انه هذه الدول 78 دوله مجتمعه تعلن وقوفها لانه باقرارها لهذا مشروع القرار، فهي هنا تقر بانها تقف مع مصر وخلف مصر ضد الارهاب. كيف رايت هذا القرار معالي السفير؟ في الحقيقه هو هذا القرار يعني الدافع الاساسي له هو ان بشاعه الجريمه، لان يعني ناس امنين واطفال ابرياء بيأدوا احتفالية دينية وبيصلوا في يوم يعني بيحترموا كل المسلمين في العالم، ويجوا الناس دول ويقتلوهم عمدا كأنها عملية تنفيذ عملية إعدام في ناس أبرياء ليس لهم ذنب. فده طبعا قمة البشاعة وقمة انتهاك حرمة الحياة الإنسانية والجريمة، جريمة يعني لا تعلو عليها جريمة. فبالتالي العالم أصابه الفزع إن هؤلاء الناس الأبرياء يعني بيصلوا وآمنين وعايشين في سلام وقرية فقيرة عايشين حياة بسيطة ويحدث هذا. طبعا ده دلالة على إن الإرهاب وصل لدرجة يعني لابد من تعاون العالم كله لمكافحته إذا وصل إلى هذه الدرجة من اللا إنسانية والوحشية. فهنا كان العالم يعني متعاطف جدا معنا، نرجو أن يتحول هذا التعاطف إلى حركة فعلية. بمعنى إيه؟ بمعنى ان من اين جاء هؤلاء الناس بالعربيات ذات الدفع الرباعي واحنا عارفين ثمن العربيه كام؟ وبعدين الاسلحه اللي جابوها والاجهزه والاتصالات اللي عملوها، فهي واضح انها عمليه يعني بتمويل كبير محتاجه اموال كثيره وتسليح وتجهيزات. فالتعاون بقى هنا ياتي في تجفيف هذه المنابع.
تجفيف منابع التمويل، تجفيف منابع امدادهم بالسلاح، تجفيف منابع امدادهم باللوجستيه اللي هي المعدات، العربيات، ادوات النقل، ادوات الاتصالات، حركتهم، مراقبه حركتهم وتحركاتهم من منطقه الى منطقه، المعسكرات اللي بيتدربوا فيها من اين ياتون. كل هذا يعني يبقى الترجمه العمليه لهذا القرار الجميل اللي صدر وبيتعاطف مع مصر في موقفها في مكافحه هؤلاء الناس المتوحشين. يعني عمليا يا معالي السفير، وبشكر طبعا حضرتك على هذا التوضيح، يعني في ناس ممكن تسأل تقول لك نستفيد ايه؟ نستفيد ايه لما يحدث هذا التوافق، توافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حادث مسجد الروضة الإرهابي؟ يعني حضرتك طبعا قلت لماذا حدث هذا التوافق؟ لأنها طبعا جريمة بشعة بكل المقاييس. لكن مصر كيف يدعم هذا التوافق موقف مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب؟ وده نستكمله بقى ما تم في الاجتماع اللي كان دول من اجل المتوسط اللي كان منعقد في روما، وكل المؤتمرات الدوليه تستكمل بحيث انها تبقى دائره متكامله في التعاون مع مكافحه داعش في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل المناطق، يبقى في يعني تعاون حقيقي. هو ده اللي يقدر يجفف المنابع، لان اذا جففنا المنابع يتبقى الخلل الفكري اللي هو إعادة تقويم الفكر المعوج لهذه الجماعات، وده عملية محتاجة بقى مجهود على مسار آخر. ولكن المسار العاجل والحالي هو تجفيف المنابع ومقاومة هذه الفئات ومنع تحركها والتعاون في تبادل المعلومات. النهاردة أجهزة الاتصالات أصبحت بفضل الأقمار الصناعية وبفضل الأجهزة الحديثة تستطيع انها ترصد حركه هؤلاء الناس وتحركاتهم في كل مكان، فده يكون مجال للتعاون الفعلي وامداد مصر بكل المعلومات. هناك في يعني اتفاقات مع اجهزه المخابرات في العديد من الدول، سواء دول البحر المتوسط او الدول الاوروبيه او الولايات المتحده الامريكيه، روسيا، بين الدول العربيه، ولكن لابد من تفعيل هذه الاليات حتى نستطيع ان نحاصر هؤلاء الناس وان احنا نحد من هذا العمل الوحشي الجبان اللي هو بيستهدف المدنيين الأبرياء. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. الحقيقة أن الخارجية المصرية فيها حالة من النشاط احنا ده ملاحظينه، لانه كمان يعني وزير سامح شكري بيشارك حاليا في منتدى روما للحوار الوطني.